ليست المرة الأولى التي يفجع فيها السوريون بزهرة شبابهم، وليست المرة الأولى التي تفقد فيها سوريا شبابا جامعيين لم يكن من ذنب لهم سوى أنهم أصروا على متابعة تعليمهم. ليست المرة الأولى أيضا التي تنهمر فيها قذائف الحقد على مناطق مأهولة بالمدنيين، شيوخ ونساء وأطفال دائما ما تعرضوا لفجائع ولمذابح على يد أعداء الثورة الكثر دون أن تفرق بينهم. القذائف الأخيرة التي تساقطت على مدينة عزاز بريف حلب الشمالي أودت بحياة شابين جامعيين كانا يدرسان في هذه الجامعة، في جامعة حلب في المناطق المحررة، وكان آخر يوم لتقديم امتحاناتهم، لكن قذائف الغدر لم تمهلهم ليكملوا فرحتهم بعودة إلى أهلهم وبنجاح قريب وتخرج طالما أملوا به، لتغتالهم في وسط مدينة عزاز المكتظة بالمدنيين. هذا البرنامج برعاية. طبعا بالنسبة لهذا الخبر كان كتير يعني مؤلم، انه كان احد زملائنا، نحن من هندسة المعلوماتية وهو كان من ميكاترونيكس، طبعا نحن كنا عم نقدم كلياتنا وما كنا ابدا نتوقع ان الواحد يطلع من الامتحان اخر يوم امتحان ويموت. طبعا هذا شيء مؤلم كتير، وبحب اوجه رسالة تعزية لأهل المتوفي ساده وزميلنا الثاني الله يرحمهم ويحسن خاتمتهم ويجعلهم إن شاء الله في جنات عدن. بالنسبة للرسالة اللي نحب نوصلها، نحن رسالتنا أنه رح نكمل التعليم ورح نتابع في مسيرتنا هيدا، وهذا الشيء لما نحن واحد بيتوفى منا وبيكون إن شاء الله شهيد علم، هذا الشيء بزيدنا أسرار. صراحة في تحديات كثيرة يعني نحن عم نواجهها كطلاب، منه أول تحدي أنا واجهته كان تحدي التهجير، تحدي مثلا يكون الظروف الاقتصادية، حتى الوضع الأمني صار يعني شكل خطر على الطلاب. صرنا تقريبا كل يوم في عنا شهيد إن كان مدني أو كان طالب جامعي. آخر فترة كان في عنا شهيدين طلاب من عنا من جامعة حلب، ولكن رغم هيك نحن مستمرين يعني كلياتنا عند الأخير مشروع شهادي كي تنتصر الثورة. فرغم كل هذه التحديات سوف نستمر في التعليم إن شاء الله. في البداية نترحم على أرواح شهداء الثورة السورية بشكل عام وشهداء جامعة حلب أكرم وسعد الذين سقطوا منذ أيام قليلة بقذائف الغدر. ونحن في جامعة حلب نعاهد أبناء الشعب السوري أننا كما عهدتمونا سنبقى على العهد، ندافع عن الثورة السورية، نحمل القلم بيد ونحمل البندقية بيد أخرى، ومهما حاولت عصابات الأسد وعصابات البيكيكي النيل من همتنا فإننا هنا باقون في المناطق المحررة، سواء كنا إدارة أو كادرا تدريسيا أو طلابا. قصف مبنى الجامعة في الأتارب، وقصف مبنى الجامعة في الدانة، وكنا في دارة عزة، قصف مبنى الجامعة في دارة عزة، لكن الجامعة كانت تأبى إلا أن تستمر. هذا الموضوع الإعجاز والإنجاز الذي يملكه كل طالب مع كل كادر إداري يأبى إلا أن يوصل هذه الرسائل وأن تستمر هذه الإنجازات. اليوم طالبين في جامعة حلب في ظل الامتحانات تأتي صباح اليوم الثالث وترى الآلاف المؤلفة على مقاعد الدراسة، فيها رسالة إلى أننا جميعا نحارب بيد ونبني بيد أخرى إن شاء الله. للحديث أكثر حول هذه الفاجعة التي منيت بها جامعة حلب في المناطق المحررة والسوريون عموما في المناطق المحررة، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ عبد الله عيد الطالب الجامعي وعضو مكتب الطلبة في جامعة حلب في المناطق المحررة. أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد الله، زميل الشهداء في الجامعة وأحد الكوادر الطلابية في جامعة حلب. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا فيكم أستاذ. حياكم الله أستاذ عبد الله. اليوم بعد سنوات من التعليم هناك إنجاز شخصي لكل طالب من طلاب هذه الجامعات، وهو التحدي الذي يعيشه بممارسة عمليته التعليمية رغم كل التحديات والعوائق. لو نتحدث بداية عن أبرز التحديات التي تواجهكم كطلبة للدراسة في هذه المناطق. هلا تحديات الطلاب صراحة يعني بدها جلسات
نعم حتى نقدر نحيط فيها. تتحدث هنا عن التحديات المتعلقة بالوضع الخارجي باستهداف أعداء الثورة لعموم المناطق وللطلبة تحديدا. هلا صار هذا التحدي بلش من خلينا نقول من بداية الثورة من عام 2011. يعني كلنا سمعنا وشفنا الإجرام اللي صار بحق الطلاب من تهجير من قصف من قصف لسكن طلابي والحادثة معروفة بجامعة حلب. فهذا السبب خلى الطلاب تنقطع عن التعليم فترة طويلة يعني حتى بداية 2015 تقريبا. بلشت الجامعات في 2015 والطلاب رجعوا يمارسوا أو يكملوا تعليمهم، ولكن التحديات ظلت مستمرة يعني الإجرام ظل مستمر، فالتحديات موجودة. الوضع الأمني اللي عم نعيشه كلياتنا، القصف والتهجير، وآخر حادثة كانت هي حادثة قصف مدينة عزاز يلي استشهد فيها زملاء 2 من زملائنا بجامعة حلب. عم بالتركيز على هذه الحادثة تحديدا التي وقعت قبل أيام قليلة، كيف كان وقعها عليكم بالدرجة الأولى كطلبة كزملاء للشهيدين، أحدهم هو الثالث لوالديه الذي يستشهد والأخير، والآخر كان ينتظر موعد زفافه أو عرسه القريب، وأحدث استشهادهما تفاعلا كبيرا وتضامنا كبيرا من قبل جميع الناس هنا في المناطق المحررة والسوريين عموما، إضافة إلى الطلبة الجامعيين الذين كانوا يقدمون معهم هذه الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول والتي انتهت قبل يومين فقط. كيف كان وقع هذه الحادثة المؤلمة عليكم كطلبة بالدرجة الأولى؟ صراحة يعني صعب أن أوصف الشعور أو أعبر عنه بكلمات. يعني هي كانت فاجعة، وقعت على جامعة حلب، على طلاب جامعة حلب، أنه رحنا طلاب اليوم عم ندرس، والفكرة أنه كانوا بآخر امتحان من الفصل الدراسي. فالفكرة أنه رحنا عم ندرس، عم نتحمل كل الظروف، من التحديات الثانية معروفة هي موضوع القصة الجامعي، النزوح، أن الطلاب كانوا مساكنين بمنطقة عزاز بعيدين عن عائلاتهم. بالرغم من كل هذا الشيء يعني بيجي أنا بآخر امتحان وبستشهد، هو شرف كبير أكيد. يعني هن نالوا يعني فينا نقول أنه أعلى مرتبة هي مرتبة الشهيد، ولكن بالنسبة لنا كمشاهدين يعني الوضع محزن جدا. يعني فترة أو لحظة فكرنا أنه إحنا ليش عم ندرس. بنفس الوقت شفنا أنه تاني يوم الطلاب قدمت امتحانات والأمر طبيعي. هذا يعني هذا الأمر ما تبلد مشاعر، لا بالعكس، موت أو استشهاد أعطانا حافز، أعطانا دافع أنه إحنا لازم نكمل التعليم. حملونا أمانة زيادة فوق الأمانة اللي حاملينها. فلهيك يعني نشوف أن الطلاب عادي عم يكملوا تعليمهم. كيف حاول الطلاب في اليوم التالي إيصال رسائلهم بالاستمرار باستمرارية التضحية وصولا إلى تخرجهم وإلى الارتقاء بهذا البلد عبر شهاداتهم الجامعية التي يسعون للنيل منها؟ لاحظنا في اليوم التالي إقامة صلاة غائب على أرواح الشهيدين، شارك فيها أعداد كبيرة من الطلبة إضافة إلى الكوادر الإدارية، وكان هناك وقفات أيضا وغيرها من النشاطات التي حاولتم إيصال رسائل من خلالها. ما هي أبرز الرسائل التي حاولتم كطلبة جامعيين أن توصلوها للعالم أجمع الذي تابع هذه الحادثة المفجعة قبل يوم واحد فقط؟ هذا الرسالة يعني فيني اختصر الموضوع كله، أنه الرسالة نحن مستمرين ونحن مكملين. يعني هي الحادثة واحدة من آلاف الأحداث اللي صارت خلال الثورة السورية والثورة السورية. احنا شفنا بتاني يوم أنه كان في صلاة غائبة على الشهيدين، ومثل ما ذكرت أنه كان في متابعة للعملية الامتحانية، وهذا إن دل على شيء فبيدل على شيء واحد اللي هو أنه رحنا مستمرين بتعليمنا. يعني من عم نوجه رسالة للنظام المجرم أنه مهما عملت من قصف ومن تهجير من غير رحنا مستمرين. منشوف على سبيل المثال الطلاب اللي تهجروا خارج سوريا ما زالوا عم يكملوا تعليما، وكثير نسمع قصص نجاحا يعني طلاب السوريين بدول تانية أو حتى بسوريا. أنا باعتباري أنه من أعظم الطلاب، يعني حتى قادرين يتفوقوا على أصحاب اللغة بدول تانية ويحصلوا مراكز أولى. فكلها فينا نقول أنه هي رسالة لكل حدا عم يحاول يوقف الطلاب السوريين، عم يحاول يوقف الثورة السورية أو الثورة السورية. نحن مستمرين ونحن مكملين. اليوم خلال السنوات الأخيرة التي عشتها في هذه الجامعة كطلبة،
برأيك أبرز التحديات التي استطعنا أن نجملها؟ الوضع الأمني، القصف المتكرر الذي تتعرض له هذه المناطق، تهجير القصر الذي تعرض له أغلب الطلاب، وحتى مسألة النزوح والمناطق البعيدة التي يأتي منها طلاب ليكملوا تعليمهم في جامعات المناطق المحررة رغم كل المسافات. نتحدث عن أبرزها برأيكم كطلبة والذي تعيشونه بشكل يومي. هلا التحديات ذكرنا انه التحدي الاكبر هو موضوع القصف والتهجير اللي عم يصير، وانقطاع الطلاب اساسا عن جامعات هي الجامعات السوريه اللي هي جامعاتنا. التحدي الثاني هو موضوع التشرذم اللي عم يصير، ان كان على مستوى الحكومات اللي تسمى حكومات المحرر. في عندنا اكثر من مجلس تعليم عالي في اكثر من جامعه، فهذا السبب الأساسي. يعني في طلاب عم تجي من إدلب حتى تدرس بجامعة حلب، مع أنه في جامعة بإدلب. لو كان مجلس تعليم واحد، لو كانت الحكومة واحدة، فالطالب ما بحاجة يقطع كل هالمسافة ليوصل لهون. فأبرز التحديات أنا باعتقادي أنه هو موضوع الوضع الأمني اللي عم نشوفه أو نعيشه، وموضوع التشرذم بين الحكومات وبين الجامعات. ما هي الرسالة اليوم التي يود الطلبة الجامعيين زملاء سعد وأكرم وغيرهم من الشهداء الكثر من الطلبة الذين ارتقوا أثناء متابعتهم لتعليمهم على مدى سنوات الثورة، ما هي الرسائل التي تريدون أن توصلوها اليوم عبر هذا البرنامج إلى ذوي الشهداء، أهاليهم وكل أقربائهم والمقربين منهم عموما، ولسعد وأكرم على وجه الخصوص؟ ما في صراحة أعظم من بذل النفس، فهنا قدموا شيء كتير غالي، تمام، ونحن مستمرين وراهم أو بعدن حتى نكمل تعليمنا، حتى نكمل بثورتنا. أساسا تعليمنا هو يعني استمرار لثورتنا. يعني جامعاتنا حاليا هي جامعات ثورية. عزائنا رحنا باستشهاد الشباب، زملائنا بجامعة حلب، عزائنا بهي التحديات اللي عم نعيشها، بهي الظروف، انه هذا التعليم وهي الامور اللي عم نعيشها مرتبطه بالثوره السوريه. نجاح الثوره السوريه هو نجاح لكل المؤسسات الثوريه، نجاح لتعليمنا، ويستحيل انه تكون هي الثوره اللي قدمت كل هي التضحيات يكون مآلها غير النصر. كيف ترون كطلبه جامعيين الغد، وما هي امالكم تطلعاتكم، مدى أملكم بأن يكون الغد أفضل بإذن الله؟ الأمل تبعنا أو الدليل على الأمل الموجود عند الطلاب هو إكمال تعليم بالرغم من عدم وجود اعتراف بالشهادات تبعنا أو الشهادات الجامعية. الهدف من التعليم تبعنا ما أنه نحصل على شهادة أبدا، الهدف أنه نحصل على علم نبني فيه سوريا الجديدة بعد إسقاط النظام. وأكيد رح نكون إحنا جزء من هذا البناء. يعني الشباب هن عماد النهوض بأي مجتمع. فالأمل كثير كبير، ونحن مستمرين. ذكرت أنه نحن مستمرين، مقدم شهيد وشهيدين وعشرة وعشرين، ولكن نحن مستمرين بثورتنا، ودما أبدا ما بيضيع، يعني بثمن قليل أبدا. وبختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله عيد، الطالب الجامعي في جامعة حلب في المناطق المحررة وعضو مكتب الطلبة فيها. شكرا جزيلا لك على حضورك كنموذج لطالب جامعي يمثل الآلاف من الطلبة الجامعيين الآخرين الذين يتابعون تعليمهم في جامعات المحرر. شكرا جزيلا لك. وبطبيعة الحال الشكر موصول لكم السادة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة، على أمل أن يكون الغد أفضل بهمة شبابنا الطلبة الجامعيين الذين يصرون على متابعة مسيرتهم حتى الوصول إلى المأمول وإلى نصر قريب لسوريا. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة قادمة. ندعوكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.